انا اشوف يمكن في حاجتين سلبيه قبل اتكلم عن الايجابيه. اول ضغط المباريات، مفترض دائما تبدا، يعني من الصعب اني ابدا الدوري تلعب خلال 3 أيام أو 4 أيام مباريات، هي صعبة جدا، يعني اللاعب لسه يحتاج يعني على الأقل أسبوع من أسبوع. أنت عندك الدوري. الشيء الآخر، فريق لما يتعادل أول مباراة تفرض غرامات، أنت بتلعب 34 جولة، طبيعي تتعادل تخسر. مين يفرض غرامات؟ يعني شفت أنا في نادي الزمالك، شفت في بعض الأندية كان في تصريح لرئيس نادي الزمالك اللي رجعوا جروس. طيب لا لا، أنا في النهاية بتكلم، أنت دوري طويل، فأول جولة يعني افرض غرامه ما بتحصل حتى. يعني الحين خسر يعني ليستر سيتي، هل بيفرض خساره على غرامه على الفريق 100,000 ولا 200,000؟ لا ما بيفرض. انت تتعامل مع دوري طويل 34 جوله، لابد ان يكون عندي الصبر، ولابد اني انا كرئيس نادي استقل، ما اتدخل في عمل الاداره الاداره الفنيه. الشيء الايجابي اني انا اشوف مثلا في مدربين مصريين الان بدا يفرضوا نفسهم، يعني وفي مدربين اجانب. يعني انا شفت مثلا على حسب الله ما اتفق معاك، كنت بقول يعني عجبني مره، يعني شاف طريقه لعبه، خاصه انه الفريق ما في اسماء كثيره يعني كبيره جدا. على النهج الاخر اشوف مثلا وادي دجله جايب مدرب يوناني بيلعب بطريقه الى الان انا ماني قادر اشوفها، يعني اني لازم اني ابدا من يعني اخطاء كثيره جدا تكررت في المباراه الماضيه امام بتروجيت، 6 أخطاء يعني بدائيه ما ممكن تحصل في اي شيء. بس الاعمار الاعمار هي صغيره، بس الطريقه اللي بتلعب فيها هي النقطه اللي بيتكلم فيها انه